عايز اقول انه الاستاذ وجدي وزيري كصحفي، وتعالى انا وانت النهارده نحيي ونبارك لزمايلنا الصحفيين طبعا. اللي ربنا وفقهم واتقبلوا في جدول تحت التمرين طيب. ببارك لهم جدا، بقول لهم الف مبروك، وانا فرحان بيكم. انا كصحفي بقالي 30 سنه، مش عايز اقول بقالي كام سنه، لكن عضو نقابه صحفيين مصر بقالي 30 سنه. مبروك ليكم ومزيد من النجاح ومزيد من التوفيق، وانتوا تنوروا اي مكان. وبكرر كلامي، كنت اول حد عمل تلفزه للصحافه سنه 96، عملت مشروع كده اسمه روايه كليب، كنت بحول الروايه لفيديو كليب سريع عشان الناس تتثقف. لان لما الفت كتاب روايه اسمها عوده الموتى لقيتها ما بتوزعش، فروحت اتخانق مع دار النشر، قال كانوا موزعين 3000 نسخه، فلقيت صحيح بيقول لي يا عم ده نجيب محفوظ ما بيوزعش كده. فجت لي الفكره ان انا اعمل روايه كليب، لان وقتها كانت موضه الفيديو كليب هي اللي شغاله. بعد كده لما لقيت الجرايد ما بتبيعش كويس، عملت ما يسمى بتلفزه الصحافه على القناة التالتة، برنامج يوميات صحفي وفنان، واستمر 20 سنة. طب ما تخلينا طيب بقى نبدل الكراسي ونستمتع بالضيف بقى الجميل اللي هو يستحق هذا الكرسي. عندنا وقت قد ايه يا شباب؟ يلا اتفضل، قدامك 7 دقايق. ياه، ده انت عايز ولا 7 ساعات في 7 ايام في 7 شهور. شوف بقى بعاوز قد ايه. عايزين نسأل الصحفي الكبير الأستاذ جمعة أبيل عن بدايته الصحفية. ده هجاوبه في 30 ثانية. قول. بس قبل ما أجاوبه عايز أبارك لزمايلي في مجال الإذاعة والتلفزيون، كان نفسي أكون معاهم امبارح. بحبكم جدا جدا، وبحيي اللجنة النقابية جدا جدا، بحيي كل زمايلي اللي ماسكين اللجنة النقابية، وبحيي الزملاء الأفاضل اللي عملوا يوم جميل. كنت أتمنى أكون موجود معاكم، من اول صديقي واخويا الصغير سنا والكبير مقاما خالد حنفي، لحد اصغر زميل صحفي. ناس كتير جدا منكم يا جماعه الجيل الجديد ما اعرفش ان انا زميلكم اصلا. والله لا، ده انت تاريخ. ناس كتير منهم ما يعرفوش يعني. ببارك لهم، وان شاء الله نتجمع دايما كده كل فتره كرموز لمجلتنا. يعني الصحافه بدات معايا وانا لسه في ثالثه اعدادي. لقيت كان عندنا نادي في قريتي. النادي ده بنعمل حاجه زي مجله حائط، فكنت بكتبها كلها. مين اثر فيك عشان تعمل كده؟ انيس منصور تحديدا بصراحه. لانه هو برضه من المنصوره، وكنت انا في مدرسته، مدرسه جمال عبد الناصر الثانويه العسكريه، كنت قعدت فيها فتره وعرفت ان هو خريج المدرسه دي، فبدات اقرا له بقى. عارف هو له طريقه كده سلسه. حبيت قوي المجال من اساتذه كتير، بس قلت ده تحديدا لان لما قريت الكتب بتاعته، الذين هبطوا للسماء والذين صعدوا للسماء ولعنة الفراعنه والحاجات، حسيت ان المساله فيها لطيفه. لطيفه. بس هو في الاخر الصحافه والاعلام بيبقوا جزء في الدم يعني. صحيح. يعني انا كنت في كليه الهندسه سبتها علشان الفن والاعلام. طب خلينا نتكلم، اول حلقه تفتكرها في القناه الثالثه؟ فاكرها كويس. بص، وقتها الفكره جت ازاي؟ والله الله يرحمه بقى. انت عارف ان انا كان اول شغلي في القناه الثالثه سنه 89. طبعا ده. فانا عايزك تقول لي اول حلقه تفكرني بذكرياتها. هقول لك اول حلقه. انا لما قعدت مع مدام زينب، مدام عيشه البحراوي؟ لا، مدام هزعل قوي، معلش، واحدة الموضوع بعيد قوي. موضوع سهير الاتريبي. الاستاذ حسن، احمد حسن، كان رئيس القناة. وطبعا الدكتور ثروت مكي الصديق العزيز، ربنا يديله الصحة للدكتور ثروت. ده جميل. دكتور ثروت؟ موجود دكتور ثروت مكي، ده كان نائب رئيس القناة. انا بتكلم على محمد زكي، الاستاذ محمد زكي الله يرحمه. فعايز اقول لحضرتك، اول حلقة قلت لهم يا جماعة، انا كل اللي انا عاوزه، هي ليه الناس بتخاف لو حصل حادثة في الشارع تخاف تنقل المصاب للمستشفى؟ وبتحصل بجد. فنزل معايا فنان جميل اسمه محمد الصاوي، ده صديق العمر يعني. حاطين عليه دم غزال كده وبتاع، ووقع في شارع. خلي بالك انتوا فيكم شكل من بعض، بس انت اجمل. لا، وقتها كنا شكل بعض اكتر. وبعدين وقع في الارض، فاستنى حد ياخده ويوديه وقربنا المستشفى الهرم يعني جنب، محدش عايز يلمسه. فانا وقفت تاكسي وحطيته في الـ في الـ في, الـ في التاكسي، وقلت للتاكسي ايه، وصله للمستشفى، وقفلت الباب وحاسبه. ايوه. السواق رفض، قال لا لا لا، انت كده هتورطني وبتاع. ايوه. فلقينا عربيه كارو. والله العظيم جايه. فروحت شايله وحطه على العربيه الكارو. ورحت قاعد جنبه. وقلت للكاميرا بقى،
القانون ده لازم يتغير، لازم لازم الناس ما تخافش. ده المفروض اللي يودي حد المستشفى يكافئ، نشكره، مش يتبهدل. صحيح. وطلعت حلقه نار بصراحه. طبعا يعني طبعا انا فاكر الحلقه القديمه دي، عشان كده قلت لك فاكر. حبيبي ربنا يبارك. كنت رائع. بس سؤال ما يخطرش على بال. لا خالص. لان هو انت ليك تاريخ كبير جدا في الصحافه وفي الاعلام والتلفزيون. غيرت حاجات كتير قوي كنا متعودين عليها في التلفزيون. لو تلاحظ الحلقات كانت بتاعتك كانت بدايه، حتى القناه الثالثه دي كانت مختلفه عن بالزبط. الاولى والثانيه كان في حاجه جديده. انا في مهنتي حقيقي مجنون يعني. بحب اللي هو ايه، بس مجنون حلو. زي ما انا دلوقتي بقول لحضرتك 2005 طالبت بان الصحف اللي بتخسر والمجلات اللي بتخسر اللي بتطبع، يا جماعه بطلوا طباعه، احنا مش احسن من الاندبندنت البريطانيه يعني. بطلوا يطبعوا وعملوها ديجيتال. فين بقى على بيسمعوا دلوقتي بيقولوها يعني. دلوقتي فكره انك تطور وتواكب ده مهم جدا جدا. طول عمرك سابق عصرك حبيبي يا صديقي. أنا العزيز، انا سعيد بان اللقاء ده كان جميل حبيبي. عايز اقول انا لو اقعد استضيفك لبعد بكره نضرب في سبع شهور مش هنخلص من تاريخك الكبير.